O sofá. Маринио. Развернулся, но скорость с места резко набрать не получается. Морган в этой ситуации. Получилось то, что получилось. Усуфа, пас пяткой, Ромариньо упал в итоге. И штрафной, который вряд ли закончится подать. Кат, или кан Юшир, или Анна. طبعا هذه المباراة مهمة جدا والكل يعلم بأن نادي الجزيرة هذه الكرة ملعوبة لكن حارس المرمى الشاجي الشاد لحسين الكرة معه شوف راح في المكان الأصعب كان ممكن يتجه إلى الجهة اليسرى حيث يتواجد أحمد مال الله لكن صاد رومارينيو تكلم عن البطولات الدوري كأس رئيس الدولة كأس اتصالات بالمسمى السابق كل هذه الألقاب مع براغا الذي رحل عن الدنيا مع فريق بأكمله رومارينيو الكرة خطرة لكن أيضا بتتخلص كأس السيد صاحب سمو رئيس الدولة كأس السوبر في ذلك الموسم التاريخي التاريخي والمشاركة أيضا في دوري أبطال آسيا لنادي وهو متعادل وهو متعادل من سريعة في شوط المباراة الأول محمد فوزي محمد جمال عيسى الاعتبر رومارينو وفي المقدمة يعود علي مبخوت بجانب أحمد العطاس هذه التشكيلة التي يبدأ بها تيم مليئة بالأهداف لتقارب المستويات للندية للعب المباريات بنظام الكؤوس ولو أنها في الدوري لكن الآن روما لكن الآن رومارينيو سريع المباراة حلوة المباراة هاي الآسيوي نعرف بأن الجدول أيضا لمباريات العين الكرة بتتحول الآن باتجاه روما رومارينيو لكن الكرة بتتحول نعرف بأن بيلعب لك كرة في نص الملعب في مكان إلى رومارينيو لمسة تمريرة هاتخذ خطفها مر فيها رومارينيو خطرة الجزروية تمريرة في المساحة مبخوت يضغط لكن بدر أقرب سيد برانديلي يبدأ اليوم بخالد جلال وعلي حسين هنا الكرة الآن ما فيها شيء ممكن راشيدوف عين الظفرة في المركزين قبل الأخير والأخير في هذه المجموعة لكن أيضا لدي مباراة في الرسم راشد يلعبها خاطئ أصبحت للجزيرة أحمد ربيع يعيدها إلى رومارينيو خطأ واضح لمصلحة البرازيلي ينطلق يحاول المرور لكن أيضا بصوفة بيخلصها شوف المباراة ما بين الكرن وفر انطلاقة من هنا وأخرى من هناك رومارينيو رومارينيو يمر يمر ينطلق يمر ينطلق روما مع رومارينيو ممكن يمر لا زالت المحاولة لا تستمر الجزروية رومارينيو يا سلام مرور ممتاز الآن من رومارينيو لا زالت تأخر رومارينيو أكيد بأن بعض المحللين أيضا لا يحبون الأهداف الكثيرة لكن لأن في مشكلة بالدفاع عموما كرة تصل الآن من جديد محاولة قائمة الجولة الماضية كم اللي حدثت هنا محاولة الآن تبريرة رومارينيو شوف المهارات شوف الأداء الآن الجزيرة بأربع عصر الاحتراف فريق نادي الوصل ولا فوز ست حالات فوز لفريق نادي الجزيرة مقابل الثلاث تعادلات وبالتالي كانت الأفضلية المنافسة وعدد الفرق المنافسة كل ما كان هذا في صالح دورينا هذه محاولة كرة قائمة الآن الأمام مرور 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 وعرقلة وخطأ بالفعل رومارينيو تحط شباكة لا زالت حتى الآن نظيفة لكن الجولة الماضية كانت الشباك قد تحركت أربع مراسبات فاندرلي مرتين وراشد محمد وبالخطأ كذلك مسلم لكن لدينا علي خصيف يتألق كما جرت العادات رومارينيو ينطلق هذه المهارة هذه السرعة راح 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 وراح يكمل المشوار يضغط يبعد الكرة رومارينيو يا سلام يتقدم للأمام والحكم يشير إلى خطأ لمصلحة رومارينيو